البسكوتة بتاعتنا هتكون ده بسكوت إيطالي اسمه بسكوتي، والبسكوتي ده بيتعمل بكذا نكهة، ايه بالشوكولاتة، من غير شوكولاتة، بزبيب، بشوكولاتة وزبيب. بصوا اخترعوا فيه براحتكم، بس احنا النهاردة هنعمله بالشوكولاتة. يلا بينا. عايزين كوب وثلاث ارباع دقيق، هنمشي على المقادير مظبوطة. كوباية وثلاث ارباع دقيق، كوباية من السكر الباودر، نص كوباية كاكاو خام، كوب شوكولاتة بالحليب مجروشة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ثلاث بيضات، معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية فول سوداني، نص كوباية زبيب اسود ونص كوباية من الزبيب العادي. طبعا تقدروا تستخدموا اي نوع زبيب فمش فارقة. هشتغل في الكبة. في الكبة هنحط كل حاجة على بعضها ما عدا البيض، هننزل بيه كمان شوية. هحط الدقيق على السكر الباودر على البيكنج صودا والبيكنج باودر والكاكاو والشوكولاتة الخام لو عايزين اللي هي المجروشة براحتكم. ادي الكاكاو، انا الكاكاو اللي عندي غامق بزيادة، فيستحسن ان انتم ما تستخدموش انواع كاكاو مكتوب عليها انها غامقة قوي او دارك قوي. يعني في كاكاو من غير سكر، من غير خلطة، من غير كريمر، ولكن لونه فاتح شوية. نضرب ضربة كده. هحط الشوكولاتة كده. عندي هنا البيض على الفانيليا، هضربهم. هضرب وهنزل البيض واحدة واحدة. ايه اللي حصل؟ قفلاه مقفول، طلع من هنا، من هنا اهو. هي متعصبة؟ مش عارفة تعمل كده ليه. ايه اللي متعصبة؟ طب اجرب احط البيض. يلا اجرب وابعد عنها. متعصبة قوي. عشان هي متعصبة بزيادة احنا ايه مش هنتقل عليها. انا نزلت البيض زي ما شفتوا كده، المفروض انزله بالتدريج اكتر من كده، بس انا نزلته بسرعة عشان ايه نبقى في الامان. تعالوا نشيل ال دي كده، نوسع لنفسنا ونطلع العجينه بتاعتنا. المفروض ان ايدينا تبقى بس فيها سنه ميه، هبلي ايدي ميه وهشتغل بالشكل ده كده. هلم البسكوت بتاعي. حطيت في ايدي ميه، وبعدين هحط بقى، ابتدي احط الزبيب. لو انا عايزه احط زبيب، عايزه احط سوداني كتير شويه زي ما تحبوا كده، عايزين تحطوا لوز، عايزين تحطوا اي مكسرات، عيشوا حياتكم بقى في المرحله دي. ايدك يبقى فيها شويه ميه، وتلمي العجينه كده وتحشيها كده بالايه بالسوداني وبالمكسرات بالشكل ده كده، وتلمي الرول بتاعك عادي. هو بقى بيبقى مشقق، عايزين ناخده على رخامة، معلش هتكون افضل بكتير. احنا جمعناها كده كده كده، تيجوا نزود سوداني كمان، نزود سوداني كمان. هي حلاوتها في الايه في الحركة دي، هتقعد تلزق وايدك هتلزق، هيبقى لازم تحطي مية في ايدك عادي.
المهم ان احنا نلمها على ايه؟ على شكل رول واحد او اتنين زي ما تحب. كده 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 عندنا صاج هنطلعه وممكن نحط ورق زبدة وممكن ما نحطش، بس خلينا نحط. معلش ورق الزبدة كمان عنده مشكلة. بس كده ناخد بقى البسكوتة بتاعتنا ونجمعها تاني على ورق الزبد. ماشي انتظروني لحظة اقرب بس كل حاجة ليا كده. كده ثانية واحدة برضو نبل ايدينا مية عشان نساوي. كده 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 على قد ما نقدر يبقى قد بعضه، يعني ساوي على قد ما تقدري والشكل يبقى عشوائي عادي. ليه بقى؟ لان ده زي بسكوت اليانسون بتاعنا كده، احنا هندخله الفرن هيستوي ويتحمص ولما يطلع هنقطعه وبعدين ندخله الفرن تاني يتحمص. غسلت ايديا ظبطت الرول غيرت له الورقه، بصوا اهو لفيته بقى كويس قوي ضغطته كده بورقه الزبده فبقى شكله احسن. بندخله الفرن على درجه حراره 180 وبيقعد حوالي نص ساعه. بعد النص ساعة دي باخده بقى واقطعه. طبعا ايه هو كان عايز يتقطع وهو يعني اطرى من كده شوية، بس ممكن ايه تبقوا معانا برضو كده بحيث تبصوا عليه من جوه. انا هوريكم البسكوتة اهي ثانية واحدة هنا اهي. خلينا هنا يا ياسمين البسكوت اهو بعد ما بيتقطع ويدخل الفرن هو هنا لسه طري وقلبه طري من جوه بس ناشف شوية من بره، بس تمام. قطعيه بقى يعني اتخن من ايه من العادي شوية. انا بحاول اقطع على قد ما اقدر من غير ما هربده قوي ولكن كلها محاولات. يعني اهو دي البسكوتة المفروض بقى ان هو يدخل الفرن على الوضع ده. اوكي تعالوا ندخله الاول. ندخل ده كده بيطلع من الفرن يدخل تاني بعد ما يتقطع بس يبقى شوية طري وبعدين يدخل الفرن يتحمص 10 دقايق كده ويطلع زي الفل. ممكن نزينه لو حابين نزينه، ممكن نزينه شوكولاتة بيضة مثلا معاها شوية زيت، بس دي مش عارفة لحقت ولا لا. مش عايزاها قوي تفك والله قوي يعني، بس ايه بصوا هي فكت معايا. يعني بصوا دي شوكولاته بيضه سايحه دخلتها الميكرويف ولما طلعتها اديتها معلقتين زيت. ليه؟ علشان نزين بيها اذا عايزين تزينوا. انا مش هزين ولا حاجه، انا هوريكم بس شكل كده ممكن تزينوا بيه اللي هي ايه تغطيصه بسيطه كده لنص البسكوته مش البسكوته كلها.
كده اهو، فتبقى حاجة تفتحه شوية بدل ما هو غامق بزيادة كده. ممكن نحطه في كوباية ونعمل الحركة دي.